كان متوقع انها تكون ارتفاعات اقوى من هذا اللي حصل، انه مع بدايه الجلسه السوق فتح على جاب سعري الى الاعلى نتيجه الخبر الجيد والممتاز اللي الكل سمع فيه. بالتالي بعض المستثمرين خلال الايام الماضيه كان في عمليات شراء بانتظار الخبر، وكما هو معروف الناس بتشتري على التوقع وبتبيع على الخبر. الان احنا بنحكي على 2020، يعني 7 سنوات من الان، فبالتالي الكل عارف انه الخبر طلع الان، المفروض انه يعني يستثمروا هذه الفرصة لجني الأرباح، وهذا هو اللي حصل خلال جلسة التداول. ومن ثم بعد ذلك ينتظروا أخبار تتعلق في نتائج الشركات، التوزيعات المالية المتوقعة. أعتقد هذا هو الفيصل أو الخبر اللي الجميع بنتظر يسمعه حتى أنهم يبنوا مراكز سعرية جديدة. نعم. طيب برأيك هذه الانخفاضات التي جاءت بعد ارتفاعات قوية شهدناها في جلسة اليوم، هل تعتبره عامل صحي أم ماذا؟ انا بعتقد انه السوق كان مفروض انه يعمل عمليه جني ارباح خلال الايام الماضيه، الجميع كان يترقب نبأ حصول دبي على استضافه الاكسبو، وهذا هو السبب الرئيسي والوحيد اللي كان مثبت السوق عند مستويات السعريه اللي هو 2000 بحدود ال 2900 نقطه. اليوم مع الخبر هذا الايجابي وصل السوق ل 3019 نقطه في بدايه الجلسه. اللي كان مراقب السوق خلال الايام الماضيه شاف انه السوق فتح على جاب سعري كبير، مثلا على سبيل المثال دبي الاسلامي وصل لمستويات ال 4.60 دراهم، اعمار العقاريه وصل لل 6.5 دراهم، فكانت مستويات سعريه يعني جاب سعري كبير نوعا ما. بعض المستثمرين استثمروا هذه الفرص وقاموا بالبيع على هذه المراكز، زي ما لمسنا مع اقتراب جلسه من نهايتها كان هناك عمليات بيعيه على مختلف الاسهم، اغلق اعمار عن مستويات قاربت ال 6.30 دراهم، كذلك دبي الاسلامي على مستويات ال 4.44 دراهم 45. يعني واضح جدا انه كان المستثمرين ينتظروا هذا الخبر حتى يقوموا بجني الارباح، ومن ثم بعتقد انه خلال الاسبوع القادم ممكن نلمس يعني تصحيح نوعا ما، مش حيكون قاسي انه هناك تصحيح منتظر، وبعد ذلك يعني المستثمرين ممكن انهم يعني يفكروا ويعيدوا التفكير فيما يتعلق في بناء مراكز جديده عند مستويات سعريه مختلفه. نعم. سيد راضي، برجع طبعا القطاع العقاري والانشاءات هن اكثر شيء مستفيدين من حدث استضافه معرض اكسبو 2020، بس السؤال برايك الى اي مدى سوف تتاثر اسعار اسهم هذه الشركات في المدى القصير على الاقل؟ يعني هي تاثرت وكان هذا الشيء ملموس، اعمار كان عليه شراء واضح جدا عند مستويات ال 6 دراهم، اليوم عم نحكي على نصف درهم ارتفاع. دبي للاستثمار على سبيل المثال واضح جدا انه كان في عليه عمليات شراء عند مستويات الدرهمين و15 و17. هل سيستمر هذا الامر حتى على المدى المتوسط المنظور ام ماذا؟ أنا بعتقد أنه لازم يكون هناك في تصحيح سعري، لازم يكون هناك في عملية جني أرباح ولو أنه تكون محدودة نوعا ما، فممكن أن نشهد انخفاضات خلال الأيام القادمة. خلينا نشوف شو بده يصير. هلا برأيك المستثمر أو المتداول تخلص من حالة البيع المصحوبة بهيك حالة من الخوف إلى حد ما أم ماذا؟ لا، أنا بعتقد زي ما ذكرت أنه الناس كانت مستنية الخبر مشان تقوم في عمليات البيع، مستنية انه يصير في الباونس هذا اللي حصل مع بداية الجلسة حتى يقوموا بعمليات تصفية مراكزهم. عم بحكي عن الفترة القليلة المقبلة بالتحديد. نعم بالضبط، الفترة القليلة المقبلة خلال الأسبوع القادم، ممكن السوق في بدايات الأسبوع القادم يحاول يثبت، إلا انه هناك لازم يكون في عمليات شوية جني أرباح حتى ينزل المؤشر عند مستويات معينة ومن ثم ينطلق منها من جديد. طبعا هذا اللي بيساعد في انه يصير اللي هو النتائج وتوقعاتهم بشأن النتائج وتوزيعات الأرباح. طيب سؤال أخير سيد راضي عن سوق أبو ظبي الأوراق المالية، كيف شفت جلسة اليوم ونهاية الأسبوع بشكل عام؟ لاحظنا قطاع العقار يعني متراجع تقريبا ب14 نقطة مئوية. يعني هو الخبر اكثر المستفيدين منه الشركات العقاريه وشركات الاستثمار في سوق دبي المالي. شركات ابو ظبي ما استفادت بنفس الزخم، وفيما يتعلق بالدار العقاريه كان عليه عمليات بيع من مستويات الدرهمين و70 و75، واضح جدا انه في مستثمر كبير عماله ببيع على هاي المستويات حتى وصلوا لمستويات الدرهمين و40، حتى على ال40 كان في عليه عمليات بيع. يعني انا اللي بعتقد ان اللي ببيع على هاي المستويات السعريه بهذه
الحجم اكيد هو طمحان انه يلم اسهمه على مستويات اقل من ذلك، خلينا نقول 20 او 30 فلس، اللي واضح جدا انه في على الدار العقاريه عمليات بيعيه من مستويات خلينا نقول كانت على مستويات الدرهمين و75 حتى هاي اللحظه في هناك عمليات بيع. اللي السبب في ذلك انه ما اعتقدش انه هناك الاستفاده الكبيره كانت من موضوع الاكسبو، الاستفاده كانت على الشركات العقاريه في سوق دبي وشركات الانشائيه الاستثمار الانشائيه نعم في سوق دبي وكذلك الشركات الاستثمار في سوق دبي. راضي محمد عاشور.